السابعة مساء بتوقيت العاصمة انجمينا، نقدم لكم النشرة الرئيسية لهذا المساء. أهلا وسهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مدير مقاطعة أفريقيا لصندوق النقد الدولي، والذي جاء خصيصا لمشاركة في أعمال الطاولة المستديرة حول التنمية الوطنية لتشاد. التفاصيل لدى عائشة خليل. أثناء إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مدير مقاطعة إفريقيا لصندوق النقد الدولي السيد أبي بي سيلاسي، الذي جاء خصيصا للمشاركة في أعمال الطاولة المستديرة حول الخطة الوطنية للتنمية في تشاد. المقابلة تمت بحضور وزير المالية والميزانية كريستيان جورج إنديغمباي، ووزير البنية التحتية آدم يونسمي، ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية عيسى علي طاهر. المقابلة التي استمرت لأكثر من ساعة طرحت مجمل القضايا المالية والاقتصادية وسبل تقديم عجلة التنمية في تشاد. مدير مقاطعة إفريقيا لصندوق النقد الدولي من جهته أيد برنامج الحكومة التشادية المندرج تحت الخطة الوطنية للتنمية في تشاد، وصندوق النقد الدولي سيقف مع الحكومة التشادية من أجل مواصلة برامجها التنموية. عقب خروجه من اللقاء، أوضح مدير مقاطعة إفريقيا لصندوق النقد الدولي للصحافة بأن لقائه مع رئيس الجمهورية كان في أشد الأهمية، حيث أكد لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وقوف الصندوق مع تشاد، ولي عظيم الشرف بأن ألتقي برئيس الجمهورية من أجل التبادل معه حول الصعوبات التي تواجه تنمية تشاد. كما أشار أبي بي سيلاسي بأن تشاد لديها مشاريع تنموية طموحة، ونحن من جانبنا نشجع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ونؤكد له دعم الصندوق لدولة تشاد. كما استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو المديرة الإقليمية النائبة لمكتب إفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة روبي ريدي الساتودو. اللقاء كان بحضور وزير المالية والميزانية كريستيان جورج إنديغمباي ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية عيسى علي طاهر. نسبة لأهمية أعمال الطاولة المستديرة، كانت السيدة روبي من ضمن المشاركين في هذه الطاولة. اللقاء تمحور حول العديد من المواضيع التي تهم تشاد. عقب خروجها من المقابلة، ذكرت السيدة روبي بأن غدا سيعرض البرنامج الوطني للتنمية. كما تعلمون، برنامج الأمم المتحدة للتنمية هو شريك لتشاد، ولازم علينا دعم تشاد ومساعدتها لكي يأتي إليها المانحين الدوليين من أجل اقتصاد متنوع. بهذه الوعود والمقابلات المليئة بالتعهدات في إطار مساعدة تشاد في جميع المجالات التنموية، يختتم برنامج اليوم 6 سبتمبر 2017. ونبقى بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وزير الخارجية الفرنسي، حيث تم التطرق إلى عدة مواضيع هامة. التفاصيل لدى عائشة خليل بلال. إن تشاد ودولة فرنسا تربطهما علاقات تاريخية قديمة، ونسبة لتلك العلاقات المتينة والحميمة بين البلدين، وقبيل انطلاقة أعمال الطاولة المستديرة حول الخطة الوطنية للتنمية في تشاد، استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بفندق ماريديان رئيس الوزراء الفرنسي السيد إدوار فيليب. اللقاء الذي تم بحضور عدد من معاوني رئيس الجمهورية، تباحث فيه الطرفان فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والسيد إدوار فيليب حسن العلاقات الثنائية القائمة بين باريس وأنجمينا، وتناول أيضا عددا من القضايا المشتركة، لا سيما التعاون في العديد من المجالات التنموية والحالة الاقتصادية والأحوال الأمنية في الإقليم. رئيس الوزراء الفرنسي قال بأن بلاده ستقف مع تشاد في كل الجوانب، مؤيدا لرئيس الجمهورية مشروع الطاولة المستديرة التي استضافتها دولة فرنسا، وهي طاولة ستسهم في تحقيق التنمية للشعب التشادي ستفتح فرص عديدة للاستثمار في تشاد. ونسبة لضرورة الأمر والتكاتف الجماعي الذي يسعى إليه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، استقبل فخامة رئيس الجمهورية نائب البنك العالمي المكلف بإفريقيا السيد مختار ديوب، الذي أعرب في هذا اللقاء عن أهمية تنظيم هذه الطاولة وما هي المشاريع التي سينفذها البنك تجاه تشاد في المستقبل الزاهر، مواصلة لسلسلة نشاطات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث استقبل بفندق
فندق ماريديان وزير الدولة في البنية التحتية والنقل الإماراتي السلطان الجابر الذي جاء خصيصا للمشاركة في الطاولة المستديرة، وجاء في هذه المقابلة حاملا معه رسالة شفهية من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تتضمن وقوف دولة الإمارات مع الحكومة التشادية نحو التنمية. اللقاء الذي دام قرابة النصف ساعة تطرق فيه وزير البنية التحتية السلطان الجابر مع رئيس الجمهورية بأن بلاده تقف مع تشاد في العديد من المشاريع وخاصة في مجال البنية التحتية والسكك الحديدية والطرق والزراعة، كما قال بأن أعمال الطاولة المستديرة ستكون بمثابة اقتصاد بديل للتنمية في تشاد، كما أكد بأن دولة الإمارات ستنظم في الأيام المقبلة ملتقى أبو ظبي للتنمية حول تشاد. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو شكر الوفد الإماراتي على حضورهم وقبولهم للدعوة التي وصلت في فترة قصيرة، وهذا يؤكد مدى متانة العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة تشاد. ونذكر بأن وزير الدولة في البنية التحتية والنقل الإماراتي جاء في هذه المقابلة برفقة مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، كما استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ممثل الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي السيد نيفين ميميكا، كما تناول الطرفان التعاون العريق بين الاتحاد الأوروبي ودولة تشاد. والاتحاد يقدر الظرف الذي تعيشه تشاد اليوم وهو ظرف اقتصادي صعب، والاتحاد الأوروبي واقفا جانب تشاد وسيدعم مشاريع التنمية في البلاد. رئيس الجمهورية شكر ممثل الاتحاد الأوروبي على الجهود المقدرة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي تجاه تشاد في مجال التعاون المشترك، ونذكر بأن الجهود المقدرة الرامية لتعزيز التنمية التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تجاه بلاده في عقد مثل هذه المقابلات لجلب المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب إلى تشاد تنصب في تحقيق المشاريع الكبرى المبرمجة من قبل الحكومة التشادية.